رمضان شهر شعبان. رابعا، كان كل سنة في أوت وسبتمبر من 1 إلى 23 ومن 1 إلى 23، وسمي بشعبان لتشعب الماء المطاري الأول، وقيل في تشعب القبائل لطلب الماء. خامسا، شهر رمضان المعظم، كان في كل سنة في نفس الموسم في حدود 1 إلى 23 سبتمبر إلى 1 إلى 23 أكتوبر، هذه حدوده وحدود وقوع شهر رمضان وقمر رمضان. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هل شهر رمضان كانت تصومه الأمم التي سبقتنا؟ تقول مصادر اليهود العبرانيين الذين كانوا قبل اليهود الإسرائيليين، أي أتباع إبراهيم والله أعلم، الصيام كان في شهر 9 مثلنا سبحان الله، من الشهور القمرية، واسمه شهر تيشرى العبري، وفيه اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من فرعون، أي عاشوراء، أي العاشر من رمضان وليس العاشر من محرم، وهنا الخلط والله أعلم. رمضان شهر شعبان. رابعا، كان كل سنة في أوت وسبتمبر من 1 إلى 23 ومن 1 إلى 23، وسمي بشعبان لتشعب الماء المطاري الأول، وقيل في تشعب القبائل لطلب الماء. خامسا، شهر رمضان المعظم، كان في كل سنة في نفس الموسم في حدود 1 إلى 23 سبتمبر إلى 1 إلى 23 أكتوبر، هذه حدوده وحدود وقوع شهر رمضان وقمر رمضان. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هل شهر رمضان كانت تصومه الأمم التي سبقتنا؟ تقول مصادر اليهود العبرانيين الذين كانوا قبل اليهود الإسرائيليين، أي أتباع إبراهيم والله أعلم، الصيام كان في شهر 9 مثلنا سبحان الله، من الشهور القمرية، واسمه شهر تيشرى العبري، وفيه اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من فرعون، أي عاشوراء، أي العاشر.